بلف معك. ما بتعرف. بجرب. لا حبيبي بتنزع. ما بتنزع لا تخافي. ما بدي اياك تلوت ايديك باللحمة، خليك عم تفصلي الورق. هي اكيد مها. عدي انا برد. هي رد. الو مرحبا انا دادو العملاق. اهلين 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 اهلين. ممكن احكي مع بصياح؟ غلطانة. أنا آسف. أهلا أهلا كيفك؟ لا عم يمشي الحال أنا بدل خطيبك. لا لا أنت بس قابليني وشوفي شلون متغيري رأيك. كيف بدك تعرفيني؟ من أول طلة رح تعرفيني. تم مثل الفستقة ومنخار مثل البطاطاية الصغيرة. ايه وعيون مو مثل السمسمي اكبر. ايه انا بس كيف بدي اعرفه؟ ايه لفوق الركبة. حلو. اقصر شيء. ايه بيني نيقة على الخليقة. شو يعني نيقة ما بعرف. بس نلتقى بشرح لك اياها. بشرح لك اياها. على عيني. اهلين. ايه لا بس ما تاخري. ها عندي شغل. ولا همي. اوكي روحي. اوكي باي. اوكي خلاص. خلاص اوكي الله يرضى عليك. خلاص هلا بتشوفيني. يلا باي. اوكي باي. مع مين كنت عم تحكي؟ وحده غلطانه بالنمره عم تسال عن خطيبه عم تدقت لعنا. ايوه وانت بدك تقابلها مشان تقلبها على خطيبه ما هي؟ ليه بتفكري انه ليش في بالعاده يساوي هيك؟ عم بمزح معها انا بس مزح. ايه ما خرجك لو بشوفك بعيني ما بصدق. لوين رايح؟ ضايق اخلاقي بدي اطلع غير جو ورح تق. جميل؟ ايه هلا انت منين اجتك هالجرأة لتحكي مع البنت هيك حكي؟ ايه بحياتك ما عملتها. مو انت هيك بدي؟ ايه هيك بدي بس ما بدي اياك تقلب البنات على خطابينهم. يعني بتنزعجي من هالشي؟ ايه طبعا بنزعج. معناتها بتغاري علي انت. تقبر قلبي مو قصة غيرة بس العنة اللي عملتها عيب ما حلوة. لفي لفي مشان هلا لفي. ايه عم لف لكن شو عم بعمل؟ شو رأيك بهالطلة؟ تقبر قلبي على هالطلة، من زمان وأنا أقول لك من أول ما إجاك هدية البسه ما كنت تلبسه، شفت شو حلو؟ أنا رايح بدك شيء؟ لا سلامتك حبيبي. ما راح أتأخر. على راحتك. أوعك أنا تفكري إني راح أشوف البنت اللي أعطيتها موعدها، أوعك. روح ليش وشك ألوس تقبر قلبي؟ هلا لوين بدي روح؟ مرحبا يا مو. كيفك؟ شو بدك؟ لا سلامتك بس جيت يعني مشان اطمن عليكي. فيك الخير. شو يا مو؟ كأنك زعلانة مني. قوليلي ها لكون يعني غلطان ومالي منتبه. إذا غلطان مشان اعتذر لك. أنت بتغلط؟
سلامتك من الغلط. حتى لو بدك تغلط عندك اللي بردك عن الغلط، خاصة مع أهلك. ماما أنا ما عم بفهم عليكي، احكي شو ما بدك، أنا ابنك ومستعد أسمع منك أي كلمة مهما كانت قاسية. تسمع مني ولا من مرتك؟ مرتي؟ شبه مرتي؟ مزعلتك بشي؟ يا عبي الشوم عليك يا جميل يا كبير، يلي طول عمري شادي ظهري فيك، بقول مستحيل جميل يتخلى عن أهله. ليش يا مو إمتى تخليت عنكم؟ ناقصكم شي؟ مريني. ناقصنا كتير، مو ضروري نقول، حضرتك لازم تشوف. لا يا مو أنت هيك عم تهينيني. ها بتعرفي أنا مالي طمع بهالدنيا غير رضاكي أنت وأبي. هلأ خليلي مرتي على جنب وحاكيني أم لأبنها. شو بتأمريني أنا رقبتي سدادة يا مو ضمن طاقتي اللي بتعرفيها منيح؟ كنت أعرفها، طاقة ململمة وشرحة بيدخل منا الهواء بيشرح القلب، لكن هلأ ما عاد تعرفها، كبرت وتكبرت. يا مو الله يخليكي حاكيني بصراحة وبدون ألغاز، اللي فيني بكفيني. لكن يا منظوم بتربح 3 ملايين ولا بتخبرنا؟ صار لك 10 سنين تفتح برادنا المهرهر بتقلي الله يرزقني لأشتري لكم بداله، ولما الله فتحها عليك نسيته. لك شو بتلحق البراد؟ آه 10-20 ألف؟ شو بيطلعوا قدام 3 ملايين؟ آه ولا ست الحسن والجمال؟ بعطتك إذن؟ رجعنا لقصة اليانصيب. لك بشو أحلف لك يا مو أني ما ربحت ولا نقلة؟ هاي الإشاعات كلها مطلعت علينا، هاي اللي ما بتتسمى اللي اسمها أم محمود، كل الإشاعات كذب. لك والله ماني ربحان شي، رح تجددوني، ماني ربحان شي يا مو. مصدقتك يا مو مصدقتك، الله ينعل الشيطان وساته. هلكون الناس بالتليفونات وهن يباركوا لي لحتى انعمى على قلبي وصدقتهم وكذبتك. لا تؤاخذيني يا مو، انا انبحثت لانه طق مخي من هالقصة هي تبع اليانصيب. يعني خلص هلا مالك زعلانه مني؟ لا يا حبيبي ابدا. ومن جهه البراد لا تكلي هم، ان شاء الله بقرب فرصه بجيب لك براد غيره. ما بدنا منك شيء يا حبيبي، انت معيال وعندك مسؤوليات والله يرزقك. اك انا بدي رضاكي يا مو. طيب جاوبني على هالسؤال، شو اللي خلى ام محمود تطالع عليك الاشاعه؟ ما بعرف يا مو ما بعرف. طيب هالسؤال ما بدك تجاوبني عليه، جاوبني على السؤال الثاني. انت جاي تزورني وتطمن علي، بس شو سبب هالشياكه العظيمه؟ يا مو وينو ابي؟ ما شفته يا بيا. هذا انت يا ام محمود؟ شو اللي قومي؟ مو رجلك مكسوره والدكتور قال لك لا تدوسي عليها؟ شو اللي جابك؟ فوتي فوتي فوتي. جيت اسالك انا مشان الدواء. شفت يكون مو مزبوط، ولي اذا اخذته بيصير لي شيء معناته. ليش ام محمود شو بيعرفك انه الدواء مزبوط ولا لا؟ ليش بتعرفي تقري اجنبي؟ لا بس بعرف مايس. شوفي هنا شوفي هذا الاحمر نفسه على الراشيطه، وهذا الاخضر كمان نفسه على الراشيطه، بس هذا هنا مو نفسه على الراشيطه. ليك شلون هي مدوره ومعكوف دنبه مثل الحلزون على الراشيطه. شوفيها اذا بدك على الراشيطه مثل البسطون هيك طويله. هنا هنا ليكون الصيدلي مخربط معك وعاطيكي دواء لكسر الايد بدل كسر الاجر. لا اطمني ام محمود، لا تخافي، هو الصيدلي قال لي انه الدواء الثالث مفقود، قام اعطاني واحد مشابه له. شو يعني مشابه؟ يعني مو نفس الشيء؟ الحمد لله منيح لي ما اخذت منه ليكون ما بينفع. لا اطمني ام محمود، لا تخافي، مشابه يعني نفس التركيبه، خدي منه ولا تخافي. وليش مغيرين اسمه؟ كل شركه بتحط الاسم يلي بدها اياه على ادويتها، فهمتي؟ بدك الصراحه؟ لا ما فهمت، اذا نفس التركيب شلون بده يكون له غير اسم؟ هلا خدي المجدره فيها عدس وبرغل وبصل وزيت، بصير اسمها غير مجدره؟ بيصير. شوفي ام محمود، هلا لو اخذنا البندوره والبيض والبصل وخلطناهم مع بعض شو بيصير؟ بيصير جزمز. وفي عالم بتسميه شكشوكه.
هلا الجزمه صار اسمه شكشوكه. كل واحد بيسميه حسب ومعتاد ام محمود، والدواء هيك نفس التركيبه بس كل واحد بيسميه شكل. يعني اخذ حبين خدي. انت المسؤوله هنا، اذا صار لي شيء انت بتعالجيني. خلاص انا المسؤوله. زكاتك لكان كاسه مي خليني ابلع على هالحبين. تكرم عينك. شاطره هالهنا باللف. يا سلام. هي تأمن غدا بكره صحن المجدره اللي بالبراد بخليه غدا لبعد بكره. تفضلي ام محمود. تسلموا ايديكي هاتي الحبين. تكرم عينك. شرفي. يبعتلن قتلن كل مره شكل بيساووا الدبع، شي فقس شي على جناب. في العافيه. يعافي قلبك، شو هنا شايفتك عم تلفي ملفوف، جميل بيحبه. احترط شو بده يطبخ له لبكره. معلش راحت معك الاكله يومين. هاتي لساعدك تعي. لا لا تعزمي حالك ام محمود، انت روحي على بيتك ارتاحي، انا بشتغل لحالي. لا ما بيصير لما ساعدك ام محمود. مثل ما قلت لك تقبري قلبي، روحي على بيتك وارتاحي وريحي رجليك. مرتاحه انا مرتاحه، هاتي لساعدك، ما بيصير انت تعملي هدول كلياتهم. تقبري قلبي ام محمود، انت ارتاحي وما عليك، انا بشتغل لحالي. حلفت لساعدك، قومي جيبي الكرسي. لشو الكرسي؟ مشان القي رجلي عليه. ام محمود حبيبة قلبي، انت تسطحي وشعلي التلفزيون تتفرجي عليه بس ارتاحي. طب مرتاحة انا، قومي جيبي الكرسي قومي. الله يجيبك يا طولة البال. طولة البال. شرفي ام محمود. بعيد هنا، قربي لي يا شوي. تفضلي. ساعديني هنا لا ارفع اجري. تفضلي ام محمود. جيني لشو؟ عالي كتير هنا، ما عندك اوطان؟ ما عندي. بلا عندك بالحمام، كرسي سليم الازرق هاتي لي. يلا يجيبك يا طولة البال. طولة البال تانية. تفضلي محمود. ايه هذا منيح، خدي هذا. تكرم عينك. اي ما قالت. الله يجيبك يا طولة البال. قربي لي هالطاولة لقلك. اي هاتي لأحشي معك، هاتي هاتي الحشوة. تفضلي. ولا قلي احشي لحالك تسلي، انا بسليكي كمان، بشاركك مشاركة وجدانية. إلهي سليني برحمته. اي جديدة؟ مشوار اليوم بطير ضبانات العال. يعني انبسطت؟ جدا. ان شاء الله على طول تقبرني. بوجودك يا هنو. خلي لي اياك. صحيح جميل، ما قلت لك حذير مين اتصل فيه. مين؟ الخطيبه. انو خطيبه؟ الخطيبه اللي اتصلت بالتليفون فيك بالغلط. هي اللي اعطيتها موعد؟ هي بذاتها. شو بدها؟ يا سيدي قال زعلاني منك كثير. وليه؟ لانه انتظرتك انتظرتك وما اجي. صحيح جميل انت ليش ما رحت؟ لوين بدي روح؟ على الموعد. ها؟ يعني وانت موافقه اني روح على الموعد؟ انت سلايه، البنت اتصلت فيك وحابه تتسلى، تسلى معها شوي، بركي بتنفك عقده الخجل تبعها. عم تحكي جد؟ ايه طبعا جد. وما بتغاري؟ لا حبيبي ما راح غار، اذا رح تفكر لك عقده الخجل تبعك وتتلحلح ما راح غار. شو هالقرقة؟ إيه بس أنا ما حكيت مع حدا على التليفون ولا أعطيت حدا موعد، الشغلة كانت تمثيلية مني. ما معقول شو هالحكي، شغلة ما بتفوت بالمخ. ركزي معي هنا شوي. هلا أنت متأكدة إنه اللي اتصلت فيكي هي نفس البنت اللي أنا حكيت معها وطلبت منها موعد؟ يو جميل عم امزح معك، وأكيد هي اللي أخذت وعطت معها كمان عم تمزح معك. مو معقولة وحدة تقوم تتلفن لخطيبها ويطلع لها واحد غريب، تقوم تقلب عن خطيبها وتحكي معه وتعطيه موعد وهي ما بتعرفه. صباح الخير. معك حق، مو معقولة.
لا شكيت ولا تشكشكيت ولا رح نتشكشك. لك ما سألتني مع مين كنت. بسيطة يا أنا. الأيام بيناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي بيناتنا جميع؟ ما في حدا. نامي. خدي عليكي. شبك درويش؟ باينتك مزعوج. في شي حدا عامل فيك مقلب بايخ؟ ومين بالثلج يعمل بدويش النوم مقالب بايخ؟ مين؟ لكان ليش زعلان؟ ما يزعلان، بدي إجازة اليوم وهيك طلب قدامك. ماشي الحال، هلأ لما يجي سيادة المدير بوقع لك ياها منه. شباك، ليش لساتك واقف؟ أنا هلأ ما عدت موظف، أنا قاعد هون بصفتي مواجع. وشو مشكلتك يا حضرة المراجع؟ منتظر شخص مهم كتير، بدي فوت أنا وياه لعند المدير بأمر خطير جدا. درويش، سمعت إنك بدك تتجوز على نسوانك، هالحكي صحيح؟ نعم، شوفي يا الزواج، بعدين انت منين جبتي الخبر؟ إلي مصادري الخاصة. مصادرك؟ مصادرك كذابة وتلتق بالصرماية، بعدين أنا إذا بدي أتزوج ما بتزوج غيرك يا حياتي أنت. يعني لساتك معجب فيي؟ جدا. معجب فيي ولا بالبيت ولا بالكم قطعة صيغة اللي عندي؟ فيكي طبعا. أنا لا بيهمني البيوت ولا المصاري ولا الصيغة، حتى لو كان عندك كيلو ذهب ما بيهموني. درويش، أنت شو اللي عاجبك فيني لحتى قاتل حالك على ما تتجوزني؟ بستحي قول. لا لا تستحي قول، قول. جمالك جميل جمال ملوش مثال. جمالي؟ إيه، ليش أنت ما بتعرفي حالك إنه حلوة؟ لا أنا بعرف إنه أنا حلوة، بس في ناس قليلين الذوق قالوا عني إني أنا أحلى من القرد بشوي. ما لك بتعرفيها؟ قولي وين بدي الاقيها؟ شو اسمها؟ اوام احكي. مينو هي؟ شوفي امان لا تغشمي حالي، انا بعرف وانت بتعرفيها، احسن لك تعطيني عنوان. اوام طول بالك، وجعت لي ايدي. إيه بدي اكسرها اذا ما بتقولي. لك مينو هي؟ يلي قالت لك احلى من القرد بشوي. يلي قال هالحكي واحد حمار مو وحده ست. معناتها نقلت لك هالحكي، قولي وين بدي الاقيها؟ عامل لك اترك ايدي، وجعتني. الله 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 الله، وعم تمسك لها ايدها بالمديري ما بقي غير تلفها وتضمها وتشمها يا درويش افندي. عفوا استاذ جميل، القصه مو مثل ما انت مفكر، القصه انه شو؟ انه خلي درويش يقول لك. شو القصه يا درويش افندي؟ القصه انه شو؟ خليها ما تحكي لك الشان. شو بدك تلعب فيه انت وياها؟ يا بتحكوا يا ما بعاقبكم. ها استاذ انا ما فيك تعاقبني، انا اجيت اليوم وهي طلب قدامك استاذ. بس انا لسه ما وافقت لك عليها. احكي له امام. احكي له انت. لا انت. لا انت. لا انت. لا انت. بس انت وياه. بتجهزي لي هلا قرار بخصم فيه من راتبكم 5% لمده 3 اشهر، بتفوتي لي اياه وبتوقعيه، وانت اجازتك مرفوضه وبتنقلع تساوي لي قهوه. حاضر. كله منك. انت السبب. لا انت يا الشباب. لا انت السبب. انت الشباب. لا انت السبب. بتساويهم 10% لمدة 6 شهور. روح جيب له القهوة أحسن ما يطير المعاش كله. عضوي. أنا عضوي بس راجع لك. 10%. شو أخبار الحمل تبعي؟ الحمد لله كله تمام. يا الله يقومك بالسلامة. يا رب. شو طابخة اليوم؟ ما عم تكبس نفسي على شيء، صرنا 3 أيام عم ناكل أكل جاهز من السوق. وجوزك أملان؟ شو ساوي له؟ يطبخ لحاله. طيب شو رأيك اليوم تيجي تتغدي عنا؟ حاكم امبارح نقيت ملفوفات بيض بيطير والعقل وطبختن. تاكل اصابيعك وراهن، بعرفك بتحب الملفوف الابيض، تعي تغدي عنا. معك حق، بحبه واشتهيته كمان. لكن قومي اتصلي بجوزك قولي له الغدا عنا. يلا رح خبره. قومي. يا الو. ايه موجود، مين بيريده؟ لحظة لحول له الخط. استاذ جميل؟ ايوه. مكالمة الك. استعجلي بقرار العقوبة. هوا استاذ. اكلنا هوا.
شو صار بالعقوبة؟ مستعجل عليها بده يوقعها بسرعة. أنت الشباب. لا أنت سبب. لا أنت الشباب. لا أنت سبب. لا أنت الشباب. لا أنت سبب. العقوبة حسم 15% لمدة 6 شهور. استاذ سامحنا دخيلك سامحنا المسامح كريم استاذ والله ما عاد عيدها استاذ. طيب جيب لي الهوا وتعال عندي انت فوتها. حاضر استاذ هوا. شو يا؟ العنزة السارحة غير مبارحة. سمعتك. قولي. حط القهوة على الطاولة لشو؟ تفضل استاذ تشربها من هنا ان شاء الله. الله لا يهنيك. إذا بدك ياني سامحك وألغي لك العقوبة بدك تحكي لي ليش كنت كامش إيد الأنسة يا مان. القصة إنه رجعنا؟ استاذ أحكي لك القصة من طقطقة. السلام عليكم. بلش لي بطقطقة لشو؟ مذكرة إدارية تفرض عقوبة حسم 15% لكل من السكرتيرة أمل جمال والمستخدم درويش منجعي الله لا يوفقك لمدة 6 أشهر وذلك بالسبب. شو بدي اكتب السبب؟ احسن شيء ما راح اكتب السبب. يبلغ هذا قرار لمن يلزم تنفيذه الأربعاء الواقع في التوقيع جميل الحمصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هي القصة من طقطق للسلام عليكم. ايه استاذ. ايه الله لا يعطيك عافية. من كل عقلك رحت على الموعد. شو بدي اعمل استاذ؟ قلة عقل. ومنين دبرت الاواعي اللي كنت لابسه؟ هذا يا سيدي نزلت على سوق البالي. ضليت ساعتين، فوت بدكان واطلع بدكان، فوت بدكان واطلع بدكان، فوت بدكان واطلع بدكان. خلصني بقى. لحتى لقيت طلبي. وما عرفت مين هي؟ استاذ الأنسة أمل ما عم تنطق لي، أكيد بتعرفها مين. طيب أنت إمتى شفتها بمكتب الأنسة أمل؟ استاذ وقت طلعت وانت والاستاذ وسيم المؤلف العظيم. كانت لابسه باروكه ما؟ مظبوط استاذ بتعرفها؟ عرفتها مظبوط باروكتها هيك لهون ما؟ ايه استاذ ايه عرفتها. دخيلك دلني عليها دخيلك يا استاذ. ليش؟ بدك ترجع تجوزها؟ لا استاذ بدي اخذ تاهي منها. عفوا استاذ. ماشي بسيطة. هاي وحدة كانت ساكنة بحارتنا ومرت لعندي إلى شغلي بس هلأ سافرت. ادخل. تفضل استاذ. شو؟ قرار العقوبة استاذ. درويش. حاضر. أحي. حاضر. ليش عملتي فيها المقلب؟ أنا أستاذ؟ إيه أنتي تاركي ممثلة قوية يا ضرساني وعندك مواهب. شو عرفك أستاذ إنه أنا اللي عملت المقلب بدرويش؟ أنا ما قلت له. لأنه ما كان في غيرك بمكتبك. خرج الله لقيمه أستاذ، لكان أنا يقول عني أحلى من القرد بشوي بزبتك أستاذ، مين أحلى له ولا القرد؟ أكيد القرد. لا ما في نسبة، أنتي أحلى، الواحد يحكي ضميره، أحلى بكثير أنتي. قديش يعني أستاذ؟ بقى بده يجي يوم الثلاثة واصرف الجائزة الكبرى. يا لطيف هالأيام شلون عم تمر ببطء. أخ بس مو حارق قلبي غير إني شلون ما اشتريت النمرة اللي بتربح الجائزة الذهبية 30,000. شلون؟ كانت هلأ النمرة مصمودة جنب أختها
وكنت بربح بدال الجائزة الوحدة جائزتين، 3,030,000. صحيح هدول إذا جمعناهم شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 3,030,000. ما أحوني خير. شو طلباتك اليوم؟ طلب صغير بتلبي لي بقرار صغير. وقديش هو الطلب؟ هالقد قده. وشو هالطلب اللي هالقد قده؟ لجنة المشتريات. شو بقى؟ حطني فيها. وشو بدك تشتغلي فيها؟ ما بشتغل شيء وما بفتح تمي. آه. لا تفهمني غلط. بالعكس أنا فهمانك صح. الله يخليك أستاذ، الله يخلي لك أولادك. أنا موظفة وغلبانة وجوزي مريض، عندي أولاد صغار بدي أعيش وعيشهم. بتعيشيهم بالحلال يا خانو. طيب لجنة المناقصة. كمان لا. الله يخليك أستاذ. كلمة تانية بطالع قرار بلغي فيه تكليفك بالإضافة. لا لا أستاذ لا تلغي، رايحة رايحة. شبه الناس كلنا فقر، كلنا واعيين على السؤال ومكسور عصنا. الفقر مو عيب بس الحرام عيب. شو طلعت ليلى تساوي عند المدير؟ يمكن لك راحت تطلب سلفي على المعاش. الله يعينه ويشفيه لجوزها، حرام عم تحط نص معاشه حق ادويه له. ليلى شبك؟ في شيء؟ ما في شيء، انت بالذات انتهي بشغلك. ليش شو حكيتك؟ ما قلت لك شيء، ليش عم تعيطي؟ وما بدي تحاكيني وما حدا يحاكيني. وتصطفلي؟ لا تقولي تصطفلي. تنباعي بالعزاء. ياه وردي. تفضلي انسه. وردي الكشف جاهز. خليه عندي هون. ما بدك تدققي؟ بس لخلص شغلي. انسه وردي بدي اسالك سؤال خاص خاص. انتبهي للمساله. لا لا تسال. بس هذا السؤال مهم كتير كتير. ما بدي تسالني. سؤال يعني بتوقف عليه مستقبلي. امري لله. سال. هذا يا ستي امبارح بالليل سمعت لك سمعة بتكشش البدن. سمعت لك انه في شباب منتوفين عم يجوا من برات البلد، لا وراه ولا قدامه، ايد من قدام وايد من ورا، عم يجوا يلبسوا ويتشيكوا هالخواتم وهالساعات وهالسناسل وهالطقومة وهالجرافات وهالصوابيط، ويجوا يضحكوا على البنات ويتجوزوهم. وبعد ما يتجوزوهم عم تكتشف البنت انه هذا الشاب مفلس، لا ورا ولا قدامه، اندبوري، عم تعض اصابيعها ندامة. وانا اعوذ بالله من كلمة انا، مشان ما ينعضوا هالاصابيع ندامة، حابب وعيكي لكم مسألة. اول شغلة بتساويها بتشوفي هويته، دفتر شيكاته، سندات الطابو اللي باسمه، مشان توقع على رجليكي واقفة. خليكي حربوقة. اطمن، انا عريسي سوري ومن البلد، وشفت هويته ودفتر شيكاته سندات الطابو باسمه. شامي شامي؟ لا حمصي. يي حمصي؟ من انو حارب حمص؟ ما دخلك. طيب شو اسمه؟ كمان ما دخلك. ما دخلني ما دخلني، تصطفلي. انا كل هدفي انه ساعدك بالبحبشة بشجرة العيلة تبعه. بركي في واحد من العيلة تبعهم ازوار، اكتا، اصم، ابكى، منغولي، حاكم هاي الشغلات وراثية وبتنتقل، وممكن ولد من ولادكو يجي فيه هيك مرض. اطمن، شفت شجرة العيلة وما في شي من يلي عم تقوله. ايه اذا هيك الله يوفق لنسفه. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. شوف شغلك. ايه بس هيك يعني ما بتزبط ما بتزبط بنو. شو هاي؟ اذا عم تقولي انه العريس غني وحالته المادية فوق الريش وعنده دفتر شيكات وسندات طابو واملاك واطيان، معناته اهله ما رح يوافقوا يسوكون خطبة على السكيتي؟ بدو يسوكون حفلة مطنطنة ويجيبوا تبعات التلفزيون اللي بيقولوا ان هلهلتي هلهلتي وان البارود قبالك ان هلهلتي. غلطان انا ولا ماني غلطان؟ غلطان. وبشو غلطان بقى؟ هاتي لي شو بشو غلطان. ابو وامه متوفين. ما طلّى عليهم. انا لله وانا اليه راجعون. هاجر أبو راشد هاجر، هم السابقون وأنتم اللاحقون. سالم. عفوا أستاذ سالم. أستاذ سالم روح رجع لمكتبك وشوف شغلك. حاضر. وردة نحن لازم نتجوز.
ولك انا موافق. قولي. عظيم 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 كثير. شلون استاذ؟ بتوقع لك مستقبل باهر بالتمثيل. شكرا استاذ. استاذ انت بدنا نقابل ابو رشا؟ مين ابو رشا؟ ذاك المخرج. ايوه المخرج مخرج طبعا رح تقابلوه. عم بستنى بس يبعث لي خبري اللي يجيبها بجيبه. والاستاذ جميل؟ شبه الاستاذ جميل؟ بده يمثل معي. طبعا ما عم تعملوا بروفات سوا؟ بتمثلوا سوا؟ بتصوروا سوا؟ استاذ يا ريت تعدلوا لنا هالحوار شوي. شبه الحوار شوي؟ يعني استاذ يكون في شويه حراره، عاطفة، صدق. ايه تكرم عيني. ايه قومي من هون، قومي. حاضر سيدي. كلهم قاتلين حالهم على الكرسي، ما بصدقوني امتى اتزحزح مشان يقعدوا عليه. لك ايه مو تجرى. منو انتي؟ انتي شو اسمي؟ انا خدامك تهويش. يا عيني عليكي، انتي هلوة وبتقشبي. انت اللي بتعجب يا قمر. ما بس بتقشبي ولسانك حلو يا زارة يا همارة. اخ مشانك بيحلى المر. لا هيك انا بعدين بيصدق. لك شدي وشدي وشدي. درويشة انتي متجوزة همارة؟ انا لا لساتني عزب. لا هلا لساتك عزبة؟ ايه ما لقيت بنت الحلال يلي حبة قلبي. معقولة لهلا ما لقيتها؟ لا هلا لقيتها. مين هو؟ انت 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 ولا انت جداري انت. بس انا ما يتجوز وحده همارة، متجوز ثلاثه وعميهم حوالين الرابع. وانت شو عرفها؟ احكي احكي عشان ما انطحك نطحه. خلي دمك حميمك. احكي. ما بعرف درويش، بس سيماهم في وجوههم. ايه هلا بدي فوت القهوه لموتي وبرجع لك. اوعي تروحي. وين بدي روح؟ رح استناكي هون. لا تولي درويشه حماره بغله زعره. اخ كلامي لا شعلك. لقوم غير اوعيي بالمستودع قبل ما يطلع. صاروا يحاولوا وينادوا لي باعوا باعوا ليك ليك باعوا باعوا ليك ليك. وهي القصة من الشاف طقطق. السلام عليكم. يلا روح تيسر. حاضر أستاذ. على شو عم تدور؟ على الست. أنو ست؟ اللي تركتها هون قبل شوي. ما كان في بالمكتب ست غيري؟ كان في وحدة تانية، أنا شفتها وحكيت معها. ما كان في حدا. أنت ما كنتي موجودة، كان في. بيجوز. شو شكلها حلوة؟ لك شو حلوة بتطير العقل. مين أحلى هي ولا القرد؟ شو أشياء ما؟ رجعنا لشغلة القرد المقرد، خلصينا من المشلة بقى. أنت شو رأيك؟ لك أخي مو المهم رأيي. انت شلون حاسس؟ مالك حاسس حالك انه صرت اجع بالحكي مع الستات؟ اجع من الاول بكثير. معناتها عقدة الخجل محلي. بعتقدها. هذا اللي بدنا اياه. بس بتعرف الانسه امل ممثله خطيره، عندها امكانيات خارقه. الله يجيرني منها يا امل، منين بدي اجيب لها مخرج يتبناها؟ لك ابو رشا. مين ابو رشا؟ المخرج تبعهم. ايه بس الا انت قل لي، بكفي لهم مع امل ولا نعمل كم جلسه ثانيه؟ لا بكفي، حاسس حالي اني صرت طبيعي هلا. طالما صرت طبيعي ارجيني بتعك مع مرتك. ما راح استفيد شيء، مرتي مستحيل تغار علي لانها مفكره انه عده الخشل لساتها جواتي، بس تقتنع انه عده الخشل اللي عندي مفكت افرجيك بتعي. كلام سري. وشلون بدك تقنع مرتك انه عقدتك انحلت؟ هاي مو مشكلتي، هاي مشكلتك انت المؤلف. شلون بدك تقنع مرتك؟ شلون؟ ايه ده؟ احكي لي اوا. بيت اهلي القديم بتعرفه؟ مو يلي بباب سريجه؟ هو بذاته. شبو؟ اليوم بعد الظهر تاخذ مرتك وبتروح لهنيك بتلاقيني عم بنتظرك. لك هذا بيت مهرهر وصاير خرابي، شو بدنا نقول نساوي هنيك؟ اخي انت خذ مرتك لهنيك وترك الباقي علي. اهلين امي. اهلين ماما، امتى
اجيتي؟ قبلكم بشوي. هربانة من الشغل؟ لا هربانة ولا شيء، خلص مهمتي ورجعت بكير على البيت. ماما بكره عندي فحص بتسمعي لي؟ لا حبيبي ما بقدر لبعد الغداء، لأنه طنط مها هي والأستاذ نعيم جايين لعنا. لا تسن أسنانك هالآن، بدك تتغدى أنت وياه وعلى أوضتكم دغري. ليك حبيبي بدي إياك تغير ثيابك وتحط شنطايتك جوا مشان تاخذ صحن لخالتك أم محمود. يلا قوام. أنت بدك تكبر ونصير نقعد نتغدى معهم. لا ما عاد فيني اصبر اكثر من هيك، جعت كثير مع التمرت عم تمرت علي لروح حق حالي بالطنجره هلا بخلصوها. اهلين طارق بالحامل والمحمود، شو جايب لي حبيبي؟ الماما بعثت لك ياهم. الا للماما يسلموا ايديك، اتغديت انا. يعني ما بدك ياهم؟ اتصطف لي. تعا طارق تعال. يلا بتعشاهم بالعشاء. تفضلي فوت حطوا لي ياهم بالمطبخ. طارق وين حطوا لك ياهم؟ اي وين بدك تحطهم يعني طارق؟ بالمطبخ. ليكو المطبخ امامك. يسلموا ايديك حبيبي. ودياتك. تسلم لي. شو مقدم؟ لمين طالع؟ ما كنت اعرف. روح لحق حالي بهاليخنات اسمهم سخنين. فهمت الخطه منيح؟ فهمتها بس صعبه. المهم انت تفهمها. لا خلص فهمتها، ان شاء الله تنجح. ولا تتاخروا. لا تخاف، مستعجل اكثر منك انا. لك هذا الصندوق منين بيطلع هالافكار تنفكيه؟ مرحبا. يا اهلا وسهلا يا اهلين. اهلين ما كيفك؟ يسعدوا. انا قلت لها لمها قلت لها بيت الفيك تيك مو ناقصه ورد، اصرت جيب ورد. يا اهلا وسهلا، شكرا كثير لك. اهلين تفضل. شد لي براغيك شوي. اهلا وسهلا. تفضل. يا اهلا. شو بدنا بالحكي؟ اشتقنا لكم يا عمي. اشتقنا لك. العافيه. شكرا لك. كلك ذوق. يا اهلا وسهلا فيكم. صدقيني مو مجامله. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. خليكي قاعده ما تقومي والله. اهلا وسهلا فيكي. اهلين وسهلين يا ميت. اهلا وسهلا. كيف الحمل؟ شكرا. وين ما عم نشوفكم؟ معقول هيك بتشوقونا بدون ما تدوقونا؟ لك ما بدك تسلم على الاستاذ نعيم؟ قاعد وراك. ليه سيد نعيم؟ لا تواخذني، كلك مالي شايفك والله. ليش انت شايف حدا يا رجل؟ الله يسامحك يا هنا، معقول تعزمي رفيقتك الحلوه الاموره وزوجها العزيز بدون ما تخبريني؟ ما بيصير، مشان قوم بالواجب. شوفتكم بتكفي يا استاذ جميل. شوفك العافيه. اهلين لك. اهلين يا غالي. انا رح استاذن انا وماها لنجهز لكم الاكل، اتسايروا انتوا عن اذنكم. شبه جوزك اليوم؟ شبه؟ يعني من طلع لسانه. ضايقك شيء؟ لا، تفاجأت بس. لا لا تحزديني، انا ما صدقت امتى انطلق لسانه مع شي ست. يعني مبسوطه كثير فوق ما تتصوري، بس خايفه تكون حالي عارضه ويرجع لخجله مره ثانيه. انبسطي حبيبي، الله يستر بكره ما تبكي دم. يا ما جوزي بكاني ليالي من ورا مجاملاته وغزله. اي جوزك بزيدها هلا قال لي بجوز عادي. تعالي لي. اهلين يا غالي. اهلين حبيب القلب. شو اخبار الشغل؟ هو السوق دائر شوي، بس معلومك بتضل التجارة أحسن من الوظيفة وقرف الوظيفة وراتب الوظيفة. معك حق. شو بدي أحكي لك عن راتب الوظيفة؟ أخ من راتب الوظيفة أخ. شو الله جابرك تضل فيها؟ ما أنت مهندس، استقيل وترك الوظيفة وافتح مكتب واشتغل بالتعهدات أحسن لك. اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. ما المكتب بده راس مال كمان. اتدين راس مال بعدين أنا ممكن ساعدك بقرشين نضاف. كتر خيرك. طولوا. عندك برادات بالمحل؟ ايه عندي. ليش لازمك براد؟ بصراحة مو قلنا، بدنا واحد للوالدة. خلاص بكرة أحسن براد بيكون عندها. أنت لا تعذب حالك، أنا بروح باخده براسي. ما في داعي بالمرة، أنا بالمحل عندي عتالين وعندي سيارات ببعت ليها على البيت. ليش على البيت؟ على المطبخ ومعبى كمان. هو كتر خيرك بس بصراحة يعني ما لا تكمل ابدا. شو هالحكي معقول؟ معقول؟ لا تهكى الهم حقه بنوب. خلاص رح بعطيك اياه بالتقسيط وبدون فوائد، والشهر يلي ما بتقدر تدفع فيه القسط بتنسى بنط عنه. كتر خيرك، فضلت عليك. ولا يهمك، بكرة احسن براد بيكون عند امك. Yeah.
اطيبهم اطيبهم. شو هالتنوع الظريف بالاصناف؟ بعدين شو هالملفوف النفيس؟ انا بحياتي كلها ما اكلت هيك ملفوف. تسلم الايدين اللي لفته. صحتين وهنا. صحة وهنا ان شاء الله، ويسلم التم اللي اكلته. خجلتني. ان شاء الله عامر، صحتين وهنا. صحتين صحتين، يا اهلا وسهلا. صحيح يا اخي نعيم، بدي اسالك، انتوا عادة امتى بتناموا؟ ليش؟ لا بدنا نجي انا وهنا نسهر عنكم. بقولوا لنا اذا بتناموا الساعة 11 مشان نجي لعندكم الساعة 7، واذا بتناموا 12 مشان نجي الساعة 6، هيك بنكسبكم اكثر. انا برايي تجوا من الثلاثة وتضلوا للثلاثة، لانه شوفتكم مو بس ما بينشبع منا، كل ما طولت كل ما بتشوق اكثر. لك انتوا فهموني، عم تحكوا مع بعض ولا عم تحكوا معنا؟ نحن؟ ليش مين نحن ومين انتوا؟ ما نحن انتوا وانتوا نحن ونحن انتوا. لك شو بكون؟ صاير كلامكم على مبدأ عم حاكيكي يا جارة؟ اسمعي يا كني. حرام عليكي، معقول أنا حكي لك ماها؟ سويتي لي إياها حماية، طلعي لي على هالوش الحلو الصبوح مثل قلب النهار. معه حق السيد نعيم، معه حق. شو هي حماية وجارة وكني؟ الله يسامحك، معقول أنت تكوني حماية؟ يخز العين على هالوش مثل قلب بعد الظهر. تفضل شايك أستاذ نعيم، هلا بيبرد. شاي؟ أنا ما بشرب شاي، خصوصي بعد أكلة الملفوف يلي ملفوف بإيدين بتنلف بحرير. معه حق، خاصة إذا كان الملفوف ملفوف بأصابع ملفوفين مثل الملفوف. إيه خلي لي إياك يا جميل، تقبر قلبي إن شاء الله. معقول ما فهمت علي؟ أنا بقصد أصابع مها وهي بتفهم أصابعها وبتشوبر فيه، ليكون أنا ما عم بعرف مسيل. يلا على إذنكم، نحن تأخرنا صار لازم نمشي. بكير إذا ما عندك شغل قاعدين أستاذ نعيم. الحقيقة عندي شغل، بدك ما تواخذني، عندي تسليم برادين لمكتب السيد الوزير بالتقسيط المريح، لا تهكل هم. ها بالتقسيط. هنا جيبي جوزك وسهروا عنا شي سهرة. ايه طبعا إن شاء الله بإذن الله. أنا من جهتي بشي زحف والله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة، الله معك. شلون هنو؟ شو هنو؟ يعني شو رأيك بهالحكي اللي حكيته؟ أنا صلي زمان مخبيه، صار الوقت إنه يطلع، إن شاء الله عجبوكي حكياتي. كتير مناح، وشوي شوي بتصير أحسن. يعني ما تضايقتي منوب؟ بالعكس، قد ما تكون فرحانة قول أكتر. من اليوم ورايح رح تفرحي أكتر. أول الرقص حنجلي. إلهي يسمع منك، بس جميل، أنت كيف انطلق لسانك فجأة؟ يعني وين راحت عقدة الخجل تبعك؟ ليش ما حكيت لك انا؟ لا ما حكيت لي. اسمعي لقلك لكان. هات لشوف. هات يا ستي، من كثر ما كنتي تتضايقي من عقدة الخجل تبعي، انا قررت اتخلص منها، لانه كثير كنتي تنقرقي شلون انا ما بحكي رفقاتك. نصحوني بواحد قال بيضرب مندل بيحكي مع الجن، رحت قللت عقلي ورحت لعنده. ضرب لي المندل، حكى مع جن مدري شو، قال لي بتتفكفك عقدتك شوي شوي، وبلشت الحمد لله تتفكفك اليوم لحتى قال لي انه عقدتك مفكت. وينك انت؟ معي؟ ايه معك حبيبي معك، وانا عم بقول لحالي يا مرة شو بو جوزك صار له 10 ايام متغير، وكل ما له خجل عم يخف شوي شوي، وتاكدت من هذا الشيء اكثر لما حكيت مع مها على التليفون ودرست بنت الجيران. ايه بس امبارح كعيلت لحلحت العقده، يا لطيف شو تعذب، ما خلى بهبهاني على مفتاح رنش على مفتاح انجليزي، ولما تحلحلت عقدتي لقيت حالي نافي الضحكه ما بنساها بعمري، ما لقيت حالي غير عم بعمل وعلقت معي. ولك تطلع على قبري انت والضحكه تبعك هي تبع يا اي جميل. انا كثير مبسوطه بنفس الوقت زعلانه. من شو؟ ليكون زعلانه لانه انحلت عقدتي، اذا بدك برجع بربطها. لا شو تربطها؟ انا ما صدقت امتى انفكيت، بس زعلانه لانك خبيت علي. إيه انا حبيت اترك لك اياها مفاجاه. على مفاجاه بحياتي.
معناتها ما عاد في داعي نروح لعند وسيم. ولا يلا بنروح. جميل جميل رجعت نعادي؟ لك لا، بس انا هذا المنجم سعدان اللي حلحل لي عقدتي، قال لي دير بالك ها، دير بالك يا جميل، عقدتك بترجع بتعقد اذا ما اجيت لعندي انت ومرتك، مشان هيك لازم تروحي معي لعنده. ليش لروح انا وياك لعنده؟ انا كل خطوتي سالكه ما عندي ولا عقده. بعرف انك صار سليم، انا قلت له هالحكي، بس قال لي ما بيصير في شغلات لازم مرتك تعملها لحتى ما ترجع العقده الي، يعني ارجع اتعقد انا من جديد. اذا كان هيك بروح معك، بس لتضبط السفره. بس ما معنا غير للساعة 6 ها، الناس فوق بعضها بعشقة عشقة خير الله بالزور نفوتها. ولا يهمك منلحق، هلا انا فوت بشلي الشريان وانت روح درس الاولاد منلحق.